أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي رواية قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي رواية مسلم: سأل قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه أي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به أكثر، فقال أنس رضي الله عنه: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك من قال هذا الدعاء فهو الفريق الذي أثنى الله عز وجل عليه بخلاف الفريق السابق. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.